الأوضاع في خان يونس حازم خطيرة جدا، عمليات القصف المدفعي لا تتوقف على الإطلاق، قنابل صوتية، قنابل دخانية، وأيضا الأحزمة النارية. هذا من جانب ثاني. أما الأخطر الآن هو وجود عدد من الشهداء والجرحى متواجدين داخل منازلهم في أحياء عدة، ومنها منطقة العبادلة في القرارة، منطقة السطر الغربي، منطقة المحطة، منزل عائلة عاشور، منذ 6 أيام هناك 5 شهداء وعدد من الإصابات، منطقة السطل الغربي هناك 10 شهداء من عائلة الأغا محاصرين داخل المنزل منذ 2 أو 3 أيام، ولا تستطيع الطواقم الطبية أو الدفاع المدني من الوصول إلى هذه المنطقة، لأن المنطقة هي تقف بالقرب منها دبابات إسرائيلية، حيث يعني تتوغل الدبابات في شارع 5 القريب من منزل يحيى السنوار رئيس حركة حماس. اليوم تم إخلاء بعض المواطنين الذين أصيبوا والشهداء من منطقة عائلة الفرة في وسط مدينة خان يونس، حيث يعني دخلت الإسعافات من مناطق خلفية والتفافية ضيقة، خاطروا بأرواحهم وأنفسهم من أجل يعني سحب جثمين 5 شهداء وعدد من الإصابات، وتم إفراغ المنطقة من سكانها لأنها تعرضت إلى عمليات قصف مدفعي عنيف. أيضا في بلدة بني سهيلة لا تزال حتى هذه اللحظة عائلات محاصرة في منطقة النحاس، في محيط المكتبة، بلدية المركز الثقافي عفوا، في منطقة المقبرة هناك عائلات محاصرة، في منطقة الشيبي، وأيضا في منطقة الزنة هناك عشرات العائلات المحاصرة، وعدد من هؤلاء المحاصرين هم نساء حوامل على وجه ولادة، هناك مصابين، وأيضا هناك أطفال بحاجة يعني الطعام، بحاجة إلى الغذاء، وبالتالي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي هؤلاء هذه العوائل من الخروج من منازلها في جريمة جديدة ترتكبها بحق هؤلاء، وهناك مخاوف كبيرة من أن يتم استخدام هؤلاء الناس كضروع بشرية. أيضا في منطقة عبسان لا تزال 3 مدارس لون أونوروا محاصرة، نحن نتحدث عن 4000 شخص محاصرين، ولا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المراكز بالخروج من يعني هذا المركز، وتمنع عنهم الطعام والغذاء. الآن ربما وصل عدد من الشهداء أو الإصابات إلى قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي. نعم، هذه سيارة مدنية حازم يعني تجلب عدد من الإصابات من يعني الاستهدافات المختلفة في محافظة خان يونس، ويعني هذه الطريقة التي يتم العمل بها الآن في ظل أيضا تشويش على الاتصالات اليوم بشكل كبير في محافظة خان يونس. هذه إصابات بسيارة مدنية، يتم إنزال هؤلاء الجرحى، وأيضا قبل قليل، قبل عدة دقائق من الآن، وصل 17 جريحا من المستشفى المعمداني، يعني وصلوا إلى من خلال التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمكنت الفرق الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى مدينة غزة وإلى مستشفى المعمداني، وتم إخلاء 17 جريحا يعانون من إصابات خطيرة ومتوسطة، وهم بحاجة ماسة إلى إجراء عمليات جراحية فورية. ويعني وكل الاعتقاد أن مجمع ناصر الطبي بات غير قادر على تقديم الخدمات الطبية، لأن أعداد الإصابات التي تصل إلى مجمع ناصر الطبي يعني خطيرة ومتوسطة، أقسام العناية ممتلئة، أقسام غرف الإنعاش أيضا ممتلئة عن بكرة أبيها، ويوجد أكثر من 1500 جريح داخل مجمع ناصر الطبي، وهذا بالأساس هذا المجمع كان يتسع إلى 340 جريحا أو 340 سريرا. نحن نتحدث الآن عن كل الحالات التي تصل إلى مجمع ناصر الطبي يتم تقديم الإسعافات الأولية على الأرض دون أي أدنى يعني رعاية طبية، في أجواء سيئة، في حال التلوث، في عدم وجود يعني معقمات، والوضع كارثي جدا في مجمع ناصر الطبي. وهذا الأمر ينسحب على مستشفى غزة الأوروبي، المستشفى الثاني من حيث المساحة والطاقة التخصصية في مدينة، حيث يوجد في هذا المستشفى نحو 1000 جريح، وهؤلاء الجرحى يعانون من إصابات خطيرة، خاصة إصابات الكسور وكسر كسور في يعني في الساقين، في العمود الفقري، وإصابات خطيرة في الدماغ، وهؤلاء
بحاجة ماسة إلى العلاج خارج غزة. الأمر الآخر هو استمرار الاشتباكات العنيفة منذ فجر اليوم، وحتى قبل قليل كان هناك اشتباكات عنيفة وسماع ذوي انفجارات كبيرة جدا. نعم في إبراهيم، مناطق الاشتباك هناك